بعد الأخبار اللي انتشرت في الفترة اللي فاتت عن انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير ونفي الفنان أحمد السقا للموضوع، ظهرت حاجة جديدة بتأكد أن العلاقة الزوجية ما زالت مستمرة بين الطرفين وأن ما فيش خلافات، وده بعد ما كتبت مها دعاء في بوست ليها على الفيسبوك رد عليه السقا وكتب: آمين يا مها يا أم ولادي الثلاثة، الله يحميهم في وجودنا.